طيب جميل. بالنسبة للأطفال، اه في اضطرابات نوم للأطفال برضو، ايوه طبعا طب في. ايه أنواعها وازاي نعرف ان الطفل ده مضطرب عنده اضطراب طيب نوم؟ اول حاجه، في الحاجه اللي دايما بنشوفها اللي هي ان سلوكيات الاطفال ما هياش احسن حاجه، وانه الاهل والاسره ما بتحاولش ان هي تحافظ على السلوكيات السويه المرتبطه بالنوم في الاطفال بتوعها. ينام بدري فبنلاقي انه ويصحى بدري ان الطفل مثلا ما عندوش مواعيد ثابته للنوم والاستيقاظ، خصوصا في اجازه الصيف بنلاقي ان الطفل طول الوقت عمال بيشرب مثلا مواد فيها حاجات منبهه فيزي زي درينكس وحاجات زي كده، بالظبط، اللي هي وحاجات المشروبات سكريات الغازية. مرفوعه يعني فيها سعرات حراريه عاليه جدا، وفيها ماده الكولا وفيها السكر، يعني كل ده بيخلي الاطفال ما تعرفش بيسبب تنام اضطرابات النوم. طب كويس. ايه انواع اضطرابات النوم اللي بتيجي للاطفال؟ استخدام برضو الميديا بشكل مبالغ فيه، واستخدام الموبايلز قبل النوم، والضوء التليفونات دي لوحدها قبل الأزرق. النوم دي ما بتنيمش. انا ما بعرفش انام غير على السكرولينج ده. بس خلينا نكمل كلام عن الاطفال، انواع اضطرابات بقى اللي بتجيلهم. اول حاجه زي ما قلنا كده ان الطفل يبقى عنده عدم صحه نوم عدم صحة. وسلوكياته غير سليمه، دي اكتر حاجه بنشوفها. في بقى حاجات تانية بنشوفها زي المشي اثناء النوم مثلا، يعني انه الطفل فيه طبعا بنلاقي فيه تاريخ وراثي في العيله، لانه العيله كان فيها حد برضه بيمشي وهو نايم او اكتر الله، من دي حد، وراثة؟ فيها جزء وراثه. طب دي وراثة ايه بقى؟ يعني وراثة الجهاز العصبي بالظبط ولا كده، ده ايه؟ انه مرحله النوم العميق بتبقى يعني بيبقى اكتف فيها. بيبقى بالظبط، يعني الطفل بي بي بيتحرك ويمشي ويقوم، ممكن خطر يعمل جدا. شويه حاجات وهو نايم، مش هيبقى هو فاكر يا مخه دكتور نايم بعد كده. بالظبط كده، ما يفتكرش ايه اللي حصل. طبعا الخطوره منها يا ايه بتيجي من انه نشوف الطفل ده بيفتح الباب او طبعا، بيفتح شباك. وينزل من البيت. كان عندي قريب كده يفتح الباب وينزل، فدي كارثة كانت كارثة يعني. كارثة. بس لما كبر شوية خلاص هو راحت. ده اللي بيحصل فعلا، احنا بنشوف القصة دي في الأطفال، وبنلاقي ان على سن المراهقة بتختفي، يعني بالتدريج كده بتبتدي تقل لغاية ما بتختفي. وعادة طب ما لما أم بتيجي لحضرتك وتقولك ابني عمل كده امبارح، هل ده نوع